سلسلة من الزيارات والاجتماعات أجرها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال الأسابيع الماضية، شملت كل من تركيا وسوريا، وكان آخرها زيارة أجراها الأحد الفائت إلى العاصمة القطرية الدوحة. هذه الجولة تمحورت حول مبادرة الأردن المتعلقة بحل الملف السوري، حيث تسعى الحكومة الأردنية للبحث عن توافقات مع الدول الفاعلة في الملف السوري بعد أن فشلت حتى الآن من تحقيق أي تقدم من خلال تواصلها المنفرد والمباشر مع حكومة دمشق. تركيز الحكومة الأردنية على قطر وتركيا في زياراتها تزيد من مستوى التساؤلات حول احتمالية أن نشهد اجتماعاً خلال الفترة المقبلة بين كل من سوريا وتركيا وقطر وبرعاية أردنية، لا سيما وأن هذه الزيارات للصفدي تتزامن مع تصريحات للرئيس التركي أشار فيها إلى أن أبوابه مفتوحة أمام الرئيس السوري بشار الأسد. وعلى الرغم من أن المبادرة الأردنية الجديدة لا تتضمن برنامجاً زمنياً، لكن المتابع لتحركات عمان يدرك بأنها مصرة على تنفيذ مبادرتها التي تعمل عليها منذ نحو عام كامل. فهل تنجح الأردن فعلاً في تحريك المياه الراكدة في الملف السوري؟